أهو أهو، لكن حريف حريف. الموهبة الموهبة يا ولد يا ولد. الله 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 الله. ما هذا الأكرم العجيب، ما هذا العفيف العجيب. نعم أكرم عفيف يا لطيف يا لطيف. يسجل للزعيم أول أهداف اللقاء، صناعة كورية ورأسية قطرية رفعها الكوري وسجلها القطري ليتقدم الزعيم 1-0 1-0. السد يتقدم بأول أهداف اللقاء. شوف الرشاقة، شوف الأناقة، شوف الاصر في دوري أبطال آسيا خلال مشواره. وادي الضربة الحرة، يسجل يسجل جوليانو، تصطدم في الحائط وعبد الرزاق حمد الله ينجح في التسجيل وينجح فريق النصر في العودة مؤقتا بهدف يفرق كتير كتير كتير. نعم النصر يسجل خارج ملعبه، اصطدمت في الحائط، خدعت حارس المرمى طبعا سعد الدوسري عكس اتجاهه تماما ليتقدم نادي النصر بهدف التعادل. لكن لسه بدري طبعا، عارفين لسه بدري، مباراة مستواها كبير والأهداف واضح إنها تكون كتير. جوليانو عمل في ملعب نامتيهي، اظهر اظهر وبان عليك الأمان. هو ده هو ده هو ده هو ده. لا 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 لا. بقول لك هو ده، بلعبها معاك يا ابني والله، بلعبها معاك يا ابني والله والله. وقفت لك والله وقفت لك، علشان كده سقفت لك. الله 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 والله وقفت لك، علشان كده سقفت لك. بلهبها معاك يا ابني والله. اي والله بقول لك، شوط شاط وجماهير. السد يحمل اللواء وبغداد يسجل. نعم 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 نعم، عملها بغداد. الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك. ما هذا النجاح يا نجاح، ما هذا النجاح يا نجاح. بغداد يسجل هدف ثالث، يسجل ضربة الجزاء ويتقدم للزعيم بثلاث أهداف مقابل هدف. إن جيت للجد السد ما ينهد، سواء لعب الجمعة أو السبت أو حتى